الإعاقة ليست إعاقة الجسد بل إعاقة الروح والهمة، وعندما تتوفر الإرادة القوية يستطيع المرء أن يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق النجاح مهما كبلت جسمه القيود، فهم أصحاب الهمة والإرادة. بطولة السلة اللي راح تكون مقامة بالبحرين، وإن شاء الله نرفع رأس الكويت ونحقق مركز. دخولي بمجال كرة السلة أنا كنت حاب أني أجربها، وهم شفت ربعي يلعبونها وقلت أجربها، ومش يعني لعبة اجتماعية. طموحي أن أكون لاعب محترف باللعبتين بإذن الله، وأكون قدوة حق غيري، وأوصل لهم رسالة أن ما في شيء مستحيل. جرب وإن شاء الله يعني تحقق اللي أنت تبي وتوصل حق الطموح اللي أنت تبي. الوالدة الله يحفظها هي اللي شجعتني وأصرت أني أدخل النادي، وبأي بطولة بأي إنجاز أحققه هي تكون أول شخص قدامي، وأشكرها جزيل الشكر ويعطيها ألف عافية. أنا كوني طالب في التربية الأساسية قدرت اني انسق بيني وبين بين النادي وبين دراستي، وبالبداية كنت اواجه صعوبات بين النادي والدراسة، بس الحمد لله تجاوزت هذا الشيء ونسقت بينهم، والحمد لله اموري ماشية. الساعة الفلانية اروح النادي والدراسة لها وقت، والحمد لله. المستعد للشيء تكفيه أضعف أسبابه، وسيحرق كومة القش إذا كان جادا في البحث عن إبرة. فيجب أن تكون الهمة والإرادة حاضرة لمن أراد الانطلاق نحو التغيير. أوجه رسالة لذوي الهمم أن يزورون النادي ويشوفون
الألعاب ويشوفون شنو هما ينتمون له، وحاولوا تكسرون حاجز الخجل وخلك اجتماعي وكون صداقة، كون ربع، سولف مع فلان، العب في ألعاب اجتماعية مثل التنس، السلة. حاول تبحث عن هوايتك، يمكن تكون ثقافية، رياضية، أي إن كان. دور روح وشوف شنو أنت تحب، شنو تطمح له، شنو اللي بتوصل له، وإن شاء الله تحقق يعني كل ما أنت تتمناه. الدعم الأساسي لي واللي شجعني أدخل وأنجز هم الأهل، وحتى الكابتن لا فضل علي. والإرادة هي التي تقود الفرد دائما إلى الإبداع، ولذلك إذا توافرت الهمة والرغبة في استغلال تلك الفرصة تحقق النجاح. هو اللي شجعني وهو اللي حمسني اني اشارك باول بطولة. وصحيح اني انا حسيت بالخوف وتوتر، بس الحمد لله الامور كانت طيبة، وكان معاي الكابتن، وكان موفر لي كل شيء، والحمد لله. بالنهاية إن شاء الله أكون قدمت مستوى حلو، وإن شاء الله تكون دافع لغيري ويحقق الإنجازات اللي هو يبيه ويوصل للمكان اللي هو يبيه. ويعطيكم ألف عافية، وأشكر إدارة نادي المعاقين وجزيل الشكر، وأشكر الكابتن أحمد فاروق، ويعطيكم ألف عافية.